بكرة. اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت لكم ضيف النهاردة احسن ناس هو من الاسماء المحترمة اللي شالت على اكتافها مسؤولية نشر الكلمة والدفاع عن الاسلام وهب حياته على مدى سنوات طويلة جدا لتقديم الاسلام الحقيقي لتصحيح صورة الاسلام في الغرب. طبع كتب عديدة من الكتب الإسلامية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وغيرها الأستاذ رشاد الكيلاني. أهلا وسهلا أستاذ رشاد. جل على السلامة بأول فضلتك. نحمد الله أن يبتمونا مستيقظين لأن كان مفروض أنكم ترحمت علينا من نحو 20 سنة. ليه بس طلت العمر؟ البركة في العمر. ما هنعمل ايه؟ كان ابويا رحمة الله عليه كان يقول لي شوف يا حبيبي انت ما تقدرش تزود عمرك دقيقة واحدة، ولكن لو الله سبحانه وتعالى بارك فيه نعم يتضاعف اضعافا مضاعفة. فبتعمل فيه كتير. والدك لما يقول لك كده، طبعا الكاتب الكبير الراحل كامل الكيلاني عمل كتير وترك لنا مكتبة كبيرة جدا لدرجة ان اليهود حاولوا يسرقوه، يسرقوا الاسم، يسرقوا التاريخ ده كله. يا سيدي دي مسألة أنا أحب أصلحها. اتفضل يا فندم. ولو أنكم هتزعلوا. لا مش هنزعل، إحنا بنتعلم. إسرائيل مالناش دعوة بيها. أنا بتكلم عن اليهودية. اليهودية اعترفت بكامل كيلاني سنة 1940. وكامل كيلاني لقى اليهود ترجموا جميع كتبه. كل كتاب عليه قصة عمارة. تأليف كامل كيلاني ترجمة شمعون الهندمان. ليه؟ لأن هم دوروا على اللغة العربية الأصيلة ودوروا على القيم الأصيلة فقدروا الراجل. أنتوا بتعيبوا عليهم إن هم عملوا مركز إسلامي بيدرس للماجستير والدكتوراه. بخصمه ازاي؟ انا بخصم الصهيونيه. ملياش دعوه بالمؤاخذه باليهوديه والصهيونيه السياسه. بس على راي كامل كيلاني السياسه عمل من لا عمل له. فاحنا بنتكلم على الواقع. الناس دي بتقدر وبتختار اعظم واحد في اللغه العربيه لان اللغه العربيه لغه اهل الجنه. استاذ رشاد بس هم عملوا كده وكانوا بيقولوا ان اصل يا سيدي هم حرامية وكل حاجة. بقول لحضرتك دي الصهيونية اللي عايزة تسرق أمجاد الإسلام وتنصب نفسها لأن مرهب مش عارف مين 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 مين. إنما أنا بتكلم على التقدير. هما كانوا عاملين ده تقدير ولا عايزين يقولوا إن هذا الكاتب الكبير مننا مش من العالم الإسلامي ده؟ يا سيدي الفاضل دعك من الموضوع ده. خلينا نتكلم في الجد دلوقتي. الدعوه الاسلاميه عشان انا يعني اتفضل مش عايز اضيع وقت لاني لا تؤاخذني. الحرب الكلاميه مش فاضلها. انا راجل النهارده بنشر دعوه اسلاميه وبقول ان سيدنا جبريل لما قال لسيدنا رسول الله اقرا وقال له ما انا بقارئ لا تزال ام سيدنا محمد غرقانه في الجهل. وتقول ما نحن بخاريين، ما نحن بخاريين، ما نحن بخاريين. شوف يا سيدي البرامج اللي بنسمعها منهم منكم كاعلاميين ان الاسرائيليين ناس او غيرهم في اوروبا متوسط الساعات اللي بيقروها قد ايه؟ وشوف احنا عندنا قد ايه؟ يجب ان نتصالح يا اخي. مش عايزين ناخذ منهم على هم. أنا بطلع كتاب أزعم أنه أعظم كتاب في التاريخ كله. اللي هو كتاب إيه؟ جاي جيتون ده لما قدمت الحسن عباس زكي وزير الاقتصاد كتاب رحلة البحث عن الحقيقة اللي قدموني زهرون النجار علشان يعني الأستاذة منال شكري أسلمت. كيف أسلمت؟ أنا بقى طلعت كتاب ودلعته وحلبته تمام تمام تمام. والنهار لما بديه أمر الطبع شفت أنني أمام مشكاة. هذا الكتاب لما قدمته لحسن عباس زكي وزير الاقتصاد
قال لي انت يعني فرحان قوي بالكتاب ده؟ قلت له والله الكتاب ده هو اللي على قدي وهو اللي قصادي. قال لي طب انا حاضر لك على كتاب في خير الدنيا والاخره. كتاب ايه يا عم؟ كتاب الاسلام ومصير الانسان. طب لمين؟ لجايجي اوتون. طب جايجي اوتون ده عمل ايه؟ اسلم واسلم على يدي 17,000 انجليزي من حوالي 30 سنة. تصور بقى 17,000 انجليزي دول لما يتكلموا ويسلموا يبقوا عددهم النهاردة ايه؟ نعم. بطلع النهاردة كتب للايسيسكو. ايسيسكو مؤسسة اسلامية زي اليونسكو بتحتني بالمشاكل اللي في العالم كله. نعم. مشكلة الأولانية طالبان هدة التماثيل. طالبان متشددة. لا، دي التماثيل كانت ايام نفس الصحابة موجودة. طب مين اللي يدلنا عليها؟ يا في التفتح ده الدكتور عمر القاضي عامل كتاب انا مطلعه 24 صفحة عربي 24 انجليزي 24 فرنساوي 72 صفحة بيدل على ان الصحابة ما هماش متزمتين. لما نيجي مثلا بيقولوا الاصوليين وحزب الارهابيين، لا، ادي حرية العقيدة والاسلام 120 صفحة عربي 120 صفحة انجليزي 120 صفحة فرنساوي. نعم. اتنقل بقى حاجة تانية. نعم. الاسلام بين الحقيقة والادعاء. طب مين اللي مألفه؟ عبد الصبور شاهين، احمد عمر هاشم، محمود زقزوق، احمد شلبي، احمد فاضل المجد، فطاحل العلماء. دكتور احمد كمال ابو المجد. احمد كمال ابو المجد. نعم. لما يجي الفخير ويطلع الكتاب ده بالعربي والانجليزي والفرنساوي كل كتاب 120 صفحه، يتساءل محمود زقزوق الوزير واحمد عمر هاشم. الله الله الله، رشاد كيلاني جاب الكلام ده منين؟ احنا قلنا عربي. طب جابه منين؟ اتاري رشاد كيلاني السحب ودخل اقبيت الايسيسكو، لان الايسيسكو ده مؤسسه محترمه زي اليونسكو بتجابه الغرب كله. انتوا عندكم المشكله دي، طب احنا ايه؟ هنحلها لكم. بتطبع 1000 نسخة وتديهم للعلماء، العلماء لعلمهم ان هذا الكلام ده معروف عندهم، بيحط الكتب على الرف وخلص الحكاية. الفقير بيتسلل الى خبايا هذه المؤسسة ويطلع الكتاب الحلو اللي عليه سكر ويبيعه ثمنه كلام فاضي يسعد العالم ويصحح العالم. خد عندك. طب اديني فرصه بس اسال حضرتك. اسمع معلش، خد القنابل. طيب. اصل انتم محتاجين حاجه اسمها القرح شويه. سيدنا موسى قال ايه؟ ربنا احلل عقده من لساني يفقهوا قولي. فانا بقول ربنا احلل عقده من لساني يفقهوا قولي. لما تيجي الايسيسكو تتناول مشكله، ايه هي؟ مؤسسه في مدينه لايدن في هولندا بتدعي انها حريصه على الاسلام وهي بتضربه فوق دماغه.